سبلمنتس او ما يعرف بالمكملات الغذائيه وجدوا ليساعدونا نكمل هيلثي دايت مش ليستبدلوا اي وجبه. بيتقسموا بين واي بروتين بين فيتامينز مينرالز وبرفورمنس انهانسرز. تنبلش واي بروتين بيساعدنا نفوت امينو اسيدز على العضل كرمال نتغذى ونقدر نكون عم نعمل ريكفري. بيرفورمنس انهانسرز بيساعدونا بالبرفورمنس مثل الكرياتين بالتألنين كرمال نصير عم نشيل اوزان اكثر او حيلا يعني سبورت سبيسيفيك تارجت. الفيتامينز والمينرالز اذا حدا ما عم ياكل كثير خضره وفواكه او عنده ديفيشنسي جيناتيكال يما شيء ثاني بيقدروا هن يغطوا له هيدا الديفيشنسي.